أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. مباراة مصر وغينيا بتصفيات أمم إفريقيا. محمد صلاح يصنع أسيست عالمي لتريزيجيه الذي يحرز الهدف في منتهى الروعة بدون تردد. تمريرة سحرية، أسيست عالمي، يضع تريزيجيه أمام المرمى يسددها ولا أروع في الزاوية على يمين الحارس، لا تصد ولا ترد، غمزها كده بمعلمة بسن الجزمة من فوق رجل الحارس. هدف رائع للغاية من تريزيجي، هدف التعادل لمنتخب مصر أمام غينيا. التعادل يكفي لضمان صعود منتخبنا بإذن الله. نتمنى التوفيق لمنتخبنا، وبإذن الله اللي جاي يكون أفضل.